أنا جيت من مدينة فاس، جينا لمنطقة بوعادل. أولا منطقة بوعادل منطقة سياحية ومعروفة بهاد المناظر الخلابة ديال المياه والمناظر الجبلية زوينة. ثاني حاجة مدينة بوعادل قريبة لمدينة فاس بزاف. اللي مهم واللي مزيان فهاد بوعادل هو أولا الأمن، الناحية الأمنية، رجال الأمن والسلطات المحلية تيساعدونا بزاف، تيوفروا لنا الأمن، تيوفروا لنا فين نحطوا السيارات ديالنا. وكذلك ما ننساوش الناس ديال المنطقة، الناس ديال المنطقة تا هما مزيانين، ظريفين، مساعدين، والحمد لله تيدوز النهار مزيان. كنجي مدينة فاس أول مرة، منطقة عجبتنا، فيها الموارد زوينة، فيها الخضورة، جينا حنا وصحابنا، بلاصة مزيانة، عجبتنا البليصة. بصح الناس يجيو لها، بلاصة زوينة، فيها الموارد، يعني الخضورة زوينة بزاف. هذه أول مرة أزور المنطقة، وما توقعت في الأول أن يكون هذه المنطقة زوينة بهذه الدرجة، لكن أنا أشوف أنه يعني الناس إذا حبت منطقة يكون جوها زوين، في نفس الوقت يعني الناس فيها زوينين، فأنا أنصح الناس تجي تاونات، شلالات، المسبح في تاونات، الماء بارد بزاف، عجبني الماء بارد زوين بزاف، كل شيء زوين في تاونات. خط بوعادل صاحبي راها زوينه بهاد الخيرات، فيها الطبيعه، فيها الفواكه، فيها الشجر، فيها هاد الخير ديال الماء تبارك الله، والماء طبيعي كيخرج غير من الجبل، كيخرج غير من الحجر، والزوار كيجيو من انحاء المغرب وكيجيو سام خارج المغرب، كيجيو من فاس، كيجيو من مكناس، كيجيو من الصحراء، كيجيو من اي بلاصه، والزوار كيجيو وكيلقاو واحد التعامل، وكيلقاو واحد النظافة، وكيلقى واحد الجودة والتعامل، لا في الثمن ولا في أي حاجة. صعب هذا المنتجع، يعني واحد القبلة سياحية بامتياز، اللي ولات تعرف في الآونة الأخيرة واحد الإقبال يعني جد لا بأس به من شتى المناطق من المملكة، وكتمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة اللي كتضاهي المنتجعات باقي المنتجعات بالمملكة. المنطقة كتعاني من البنية التحتية بالدرجة الأولى، بالطريق، ستاسيونمون، كاين بعض الأمور اللي خصها ضروري التدخل في أقرب وقت من قبل الجهات المسؤولة، وكاين يعني كاين عمل بالنسبة للمجلس الجماعي، كاين برامج اللي جاية إن شاء الله في أقرب وقت غادي تكون، وغادي تغير المعالم ديال المنتجع بصفة عامة.